السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف ألف ألف خير وانتم عاد تشوفوا الفيديو اليوم. مثل ما وعدتكم اليوم راح اعمل اول لو خيروكي، بس بتمنى منكم انكم توقفوا الفيديو وتعملوا لي لايك تحت الفيديو، وما تنسوا كمان تعملوا سبسكرايب للقناة اذا ما كنتم مشتركين. هنبلش هلا، راح نبلش. اول لو خيروكي من فرانس ابراهيمي، هاي معجبة اختي. لو خيروكي تتخلي عن الانترنت سنتين او تعيدي مرحلتين دراسيتين؟ هلا انا ما اقدر اعيد مرحلتين دراسيتين لاني كثير مجتهدة بالدراسة، فراح اتخلى عن الانترنت سنتين. ثاني لو خيروكي من سوسو ستارز، لو خيروكي تاكلي حمرة او تاكلي الوان؟ هلا الحمرة مضرة، بس في بالاثنين مضرة، فراح اكل الوان. هلا جبت اللون الوردي لاني حكيت لكم اني بحبه كثير، وهلا راح نبلش. مع الثالث لو خيروكي من اتصال 2020، لو خيروكي ترقصي بالشارع او تغني بالشارع؟ هلا انا مستحيل ارقص بالشارع لانه كثير محرج. هلا راح اغني بالشارع مع انه كمان مش احسن. شو اعمل لي؟ شو قلبي معلق فيها من كتر الحكي نحكيه، صاير بحلم فيها. جنة 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 الله يكرمني فيها، جنة 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 الله يكرمني. اني غنيت بالشارع كان كتير 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 محرج لي. هلا راح نكمل مع رابع لو خيروكي من ريما مسلم، لو خيروكي تقولي لطفلة كبيرة ما تعرفيهاش نكرهك، ولا تروحي عند باباك وتقولي له بابا حبيت نتزوج نتمنى تذكري اسمي ريما؟ اكيد راح اذكر اسمك ريما، وراشرح لكم شو قالت لي. لو خيروكي تروحي عند طفلة كبيرة ما تعرفيها وتقولي لها انا اكرهك، او تروحي عند ابيكي وتقولي له ان انا حبيت اني اتزوج، وهذا الشيء كثير كثير مستحيل اني اعمله، لا هيك راح اروح لعند طفل كبير واقول له اني اكرهك. لو خيروكي من لولو 24، لو خيروكي بين اليوتيوب والعائلة، هلأ أنا بالتأكيد راح اختار العائلة، عائلتي، ولا بشركم انتو كمان عائلتي. وإذا ما تواصلت معكم باليوتيوب راح اتواصل معكم بالإنستغرام بالفيسبوك بأي طريقة كانت. هلأ وصلنا لآخرة الفيديو، بتمنى إنكم استمتعتوا فيه، ولا تنسوا تابعوني على الفيسبوك والإنستغرام وتويتر، راح أترك لكم الروابط تحت الفيديو بصندوق الوصف. وإذا ما كنتوا بتعرفوني روحوا شوفوا آخر فيديو عملته ولتتعرفوا علي أكثر. وهلأ أستودعكم الله وبشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله.